كل سنة وانتو طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض خروف العيد، طبعا عيد الأضحى قرب خلال أيام، فهعمل معاكم النهاردة خروف العيد اللي هو المجسم الفرو. ده الجسم بتاعه، ده البطرون، هنا الجسم والراس، وده الجزء اللي من تحت اللي بيبقى عند الرجلين. طبعا احنا بنعمل البطرون الأول، بعد كده نشتغل بقى على القماش، ودي الرجول برضو، بقية الرجلين هنشوف بقى هنعمل بيها ايه. بعد كده بقى هنجيب المهير. المهير ده انا اشتريته المتر ب12.5. هنعمل بقى قطعتين من الجسم، قطعتين من الراس، وقطعة واحدة من الجزء اللي هو ده اللي تحت، ده اللي بقيت الرجلين من تحت. والرجول ديت هنعملها من الفرو الناعم ده، هنعمل منهم 8. طبعا الفرو ده انا هنا هجيب الجسم وهبدأ ان انا اخيط له الفرو، وانا حطيت كمان قطعتين من المهير علشان تدي كثافة للجسم بتاعي بتاع الخروف، عشان المهير كان خفيف شوية. فانا طبعا خيطت بقى الرجول اللي هي اللي تحت من الفرو الناعم اللي هي لونها بيج دي، وهجيب بقى الجزء التحتاني ده احطه هنا بالشكل ده كده، هحطه في الجسم الاولاني. طبعا انا عاملة 2 جسمين، هحطه في الجسم الاولاني، اطبق يعني اخلي الرجلين كده على مقاس بعض، واحطه بالشكل ده كده واخيطه كده. خلصنا الجزء الاولاني، هنجيب بقى الجزء التاني ونحطه برضو بالشكل ده كده، ونكمل خياطة بحيث ان هي تعمل لي 4 رجول، لان انا لو خيطت الجسمين في بعض من غير القطعة دي كده مش هيبقى 4 رجول، هيبقى رجل واحدة ورجل واحدة بس. احنا علشان نبقى الخروف طبعا ب4 رجول، فلازم نحط القطعة دي بالشكل ده كده. وزي ما قلت لكم انا عاملة قطعتين، خليتهم مجوز عشان يديني كثافة كده للخروف. وبعد كده بقى هخيط الجزء ده كده، يا ريت لو حد اول مره يشوفني بقى اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. القناه بتاعتي عن اعمال الهاند ميد وعادة التدوير، هتلاقوا فيها حاجات ان شاء الله كتير هتعجبكم وتستفادوا منها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. هنا بعد ما خيطت الجزء ده هاجي بقى لهنا للجزء اللي من تحت اللي هي الرجول دي، عملت كده دواير، 4 دواير من اللون اللي هو الفرو البيج ده، وهحطها بقى في الرجلين من تحت. طبعا انا ما كنتش مخيطة الرجول للاخر، كنت سايبة الفتحة اللي من تحت، فهبدأ ان انا اخيطهم كده على شكل دايرة كده من تحت، بحيث ان هي تقفل لي الرجول. لو في بعد كده اي زيادة بقى من القماشة اقصها عادي، او ممكن اسيبها برضو كده كده هيتقلب يعني مفيش مشكلة، بس لو لقيناها مكلكعة شوية ممكن نقصها. والبطرون انا هسيب على المنتدى بتاعي في القناة، هسيب البطرون على المنتدى عشان اللي حابب ان هو مش عارف يعني مش هيعرف يعمل الجسم بتاع الخروف، فانا هسيب له البطرون بتاع الخروف. بعد كده بنقلبه بالشكل ده كده، وهنبدأ نحشيه ونخيط الجزء اللي هو الباقي. بعد كده بقى هنيجي للراس بتاعت الخروف، برضو عاملها مجوز، عملت الراس كمان مجوز، وهخيطهم على بعض بالشكل ده كده. سبت بقى لما جيت عند النص الراس، سبت جزء
وحطيت له قماشة كده بحيث ان هو يدي فاصل كده ويعرض لي الراس، وبعد كده اخيط الراس في الجسم بالشكل ده كده. طبعا انا حشيت الراس فايبر الاول وبعد كده اخيطها في الجسم. طبعا انا كنت عاملة يعني زي وش كده للخروف، ما عجبنيش، فعملت واحد تاني بحيث ان هو يديني البوز بتاع الخروف ده. عملت البطرون وعملت اتنين بالشكل ده كده، وهخيطهم في بعض من المكان المدور ده كده، واقلبها بالشكل ده كده بعد ما اخيطها، واحط لها حبة فايبر يعني مش كتير قوي للبوز بس. وانا طبعا شلت الوش الاولاني لانه ما كانش مديني البروز اللي هو البوز بتاع الخروف ده، فشلته عشان كده ما جبتلكوش الفيديو وانا بعمله. وخيطته بقى في الخروف، وبعد كده هنلزق العينين. هنا بقى دي القرون، عملت برضو 4، كل اتنين هيتحطوا على بعض ويتخيطوا ويتحشوا فايبر. ودي الودان، عملت ناحية من يعني ناحية من المهير وناحية من الفرو البيج، وبقلبهم وما بحشيهمش بقى فايبر، لا بقلبهم بس واخيطهم كده من الحرف بحيث ان هم يبقوا جايين كده ملمومين من تحت. وبعد كده اخيطه بقى في الخروف بالشكل ده كده، سراجة عادية يعني بنخيط بطريقة عادية جدا بحيث ان احنا نثبت الودن. من طبعا هنعمل الناحيتين الودنين. بالشكل ده كده. بعد ما عملت الودان هعمل بقى القرون. طبعا زي ما قلت لكم حشيتها الفايبر واخيطها برضو بنفس الطريقة اللي خيطت بيها الودان بالشكل ده. بعد كده بقى هنيجي لل يعني البق بقى بتاع والمناخير بتاع الخروف. بنحط كده الخيط الاسود بالشكل ده كده ونطلعه من تحت. بس انا للاسف بقيت الجزء وانا بعمله يعني اتمسح، فهو بس نفس الطريقة ان احنا بناخد كده كسرة بالخيط ونعمل الشكل اللي هو بتاع الخروف ده. بعد كده جبت الستان وحطيت بقى عند الرقبة كده ستان كأنه لابس شريطة كده، وعملت لها فيونكة من عند الرقبة بالشكل ده كده. وده الشكل النهائي للخروف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله.